الانترنت وياه، كيفاش؟ قلت لك نحي لا كام على ديال الانترنت. نهار كيما تحب، هي راهي مليحة من النوت. اي صحيح. وين كنا في النقطة الثالثة اللي تخلينا لازم نتطرق لجودة الخدمات في الشبكة تاعنا، ولازم نخدموا على جودة الخدمات، ولازم كما يقولوا هذه بالك هذه قبل ما نتطرق الموضوع تاع لا سيكوريتي في جودة الخدمات تاعنا، عفوا في الشبكة تاعنا، جودة الخدمات أهم منها. قلنا مع النقطة الثالثة أنه مع تطور عفوا كونفرساسيون سيلو بلي بوفي هاي دركا ولا من بعد؟ اي خلاص ما كاين حتى مشكل، ممكن نبعث اكسبورت يا عمر. سامحونا على التأخير هذا، نرجع للبريزونطاسيون إن شاء الله. يا ربي يا كريم، قلنا مع النقطة الثالثة مع تقدم ولا تطور صراحة في 20 سنة ولا 30 سنة الأخيرة في مجال الشبكات، كاين مجموعة أبليكاسيون ولي سيرفيس اللي دخلوا اسمها اللي دخلوا قيد الاستعمال في الشبكات يعني. من بينهم وكما يقولهم هما لي زابليكاسيون اللي نقولوا عليهم ريل تايم أبليكيشن، اللي مبازيين اساسا يعني على البروتوكول ار تي بي. نذكر على سبيل المثال الفو اي بي، الفويس اوفر اي بي. الفويس اوفر اي بي هذه زياده على دويذ والله على الباندويذ ريكويرمنت، يعني اللي نلقاوها مع كاينه في لي زابليكاسيون الاخرين. ريال تايم ابليكيشن عندهم دي كونديشن واحد اخرين لازم تراعيهم في الشبكة تاعك باش تكون الجودة تاعهم جيدة. قلنا لازم تراعيهم الجودة تاعهم جيدة. كما الفويس اوفر اي بي عنده ربع كات كونديسيون هادو، انه بالنسبة للباندو مونديش حاجة كبيرة، يدوموندي من حتى 320 كيلو بيت بار سكوند. بالنسبة للوان واي ديلاي هو الوقت المستغرق للباكي تاع الفويس باش يوصل من نقطة A لنقطة B، لازم يكون ماكسيموم 150 ملي ثانية.
ثالث كونديسيون هي الجيتر. الجيتر هو كما يقولوا الفرق بين وصول الباكي الاول والباكي الدوزيام، ومن بعد الفرق بين الباكي الدوزيام والباكي التروازيام، ومن بعد الفرق بين الباكي التروازيام والباكي الكاتريام. قال انا مثلا لو برومي باكي تاع اللي راه الفويس كول اللي راني دايرو الان بعد 30 لازم ماكسيموم 30 سكوند يلحق لو دوزيام باكي، ولازم 30 سكوند يلحق لو تروازيام باكي. هذا باش يكون كيما يقولوا لي باكي تاع الفويس يكونوا كادونسي، يعني لا فوا تاع الانسان اللي تهضر معاه والله تكون ما تكونش متقطعه، ما يقولوا يهضر لك شويه ومن بعد يحبس يجي ان ديلي ومن بعد تزيد تسمع تسمى باه تكون طبيعيه. لازم هاد لا كونديسيون ثاني تتحقق. والاخيره لا كونديسيون الاخرى هي اللوس، لازم يكون اقل من 1% لوس. كما شفنا قبيل عندنا تيل دروب، لازم الدروب اللي يديره الراوتر لازم ما يفوتش 1%. هذا الشيما هذا وهذا الطابلو هذا راه موجود في الكوم ريفيرونس في الاوفيشال سيرت جايد تاع سي سي ان اي اي سي ان دي 2 هذا 265. اذا حتى الان خلاص نورمالمون متيقنين باللي والله رانا اوني داكور باللي لازم علينا نخدمو، لازم علينا نديرو جودة الخدمات هذه في الشبكة، وما كان تكون عندنا شبكة ما فيهاش جودة الخدمات، ما فيهاش جودة الخدمات ما امبليمونتي بيان سور. نطرقو دركا لي ميكانيزم تاع الكواليتي اوف سيرفيس. اول حاجة الجوج نقاط راح نطرقوا لهم هما الكلاسيفيكيشن والماركينغ. حنايا الهدف من الكواليتي اوبسنا نفرقوا بين لي ترافيك، يعني عندي اليوزر اي راهي تيليشارجي والاخر راهي يدير في خدمه لين. لازم عليا الهدف والله الهدف اللي راني نسعى ليه اني نفرق بين هذا لي طرافيك هذا، نوصل باش نفرق بيناتهم. باش نلحق نفرق بيناتهم اول حاجه نديرها كلاسيفي الطرافيك اللي عندي في الشبكه. ولا كلاسيفيكاسيون هي تقدروا تقولوا ركيزه اساسيه في عمل جوده الخدمات. اذا كان عندك اون بون كلاسيفيكاسيون راح تقدر تكون عندك اون بون سيرفيس. اذا كنت انت في الكلاسيفيكاسيون لو ديماراج تاعك والله البيلي الاول ما كانش مليح راح تقدر تجي دي خدمات دير سوء خدمات، ما ديرش جوده خدمات، يعني راح دير العكس. اذا هنا بالذات لانها نقطه فاصله هاي كما راه مكتوب هنا يقول لك بيفور وي كان give certain packets a bend we first have to identify those packets. هذا نسموه الكلاسيفيكيشن. في الشيما الاول رانا نفتحوا عمليه الكلاسيفيكاسيون في الحاله العاديه، يعني في الحاله عفوا نعاود نذكر برك قبيل نسيت ما ذكر الشبكه كيكون ما فيهاش جوده خدمات نقولوا عليها راهي فيها جوده خدمات من نوع best effort، يعني حتى أن جودة خدمات هذه بحد ذاتها جودة على الرغم أنها رأي تمشي كما يقولوا على ربي بك ما كدير حتى تفرقة بين الترافيك. في الجارغون تاع كواليتي سيرفيس نسميوها البست ايفورت كواليتي اوف سيرفيس. في المثال الأول هذا هي الكلاسيفيكيشن في البست ايفورت موديل ولا في الموديل تاع البست ايفورت. شوفوا كيفاش راح تكون، يجيني ترافيك هنا ندير لا ديسيزيون دو روتاج تاعي نخرجه في اون انترفاس نحطه ديريكتومون في الكيو من دون اي تفرقه من دون اي تعرف على الترافيك اسك سن ترافيك مليح ماشي مليح، ما عندي حتى دخل في هذا الشيء. بار كونتر في راوتر دير عمليه الكلاسيفيكيشن لو ريزولتا اللي خرجوا لي هذا الراوتر هذا انه الترافيك اللي يجي ويحط
كل نوع من الترافيك في في اون فيل داتونت خاصه به. بمعنى اخر انه يفرق ترافيك امبورطون يحطو في اون فيل داتونت نسميوها لا فيل داتونت دو ترافيك امبورطون فور اكزومبل. ترافيك موان امبورطون كيف كيف يحطو في فيل داتونت واحد اخرى. الترافيك كما يقولوا بار ديفو ما نحتاجوش شركتي نحطو في انتروازيان فيل داتونت. ان ترافيك اللي يضرني في الشبكه تاعي نحطو في اون فيل داتونت نسميها هذو هذا ترافيك يضر الشبكه تاعي. صاري لها كيما مثلا تخيل تكون داخل عند على حساب الحاله تاعك يوريونتيوك. مثلا اذا كانت حالتك حرجه يوريونتيوك لا سال داتون تاع لي زورجونس. اذا كان الحاله تاعك عاديه يوريونتيوك اون سال داتون تاع الحالات العاديه كما يقولوا عادي جدا. تعني اساسا درك نروحوا نتطرقوا الى كيفاش والله ما هو الادوات واش هي الادوات اللي نستعملوها باش نديروا عمليه الكلاسيفيكيشن. اول اداه اول نوع من الادوات نتطرقوا ليه هو النوع الاول هذا وين نستعملوا عفايس كنا نعرفوهم ديجا نستعملوا ليست لي فيلون الى اخره. هنايا عفوا عمليه التصنيف تاع تاع لي باكي تاعي راح تكون مبازيه على دي اكسس ليست. كي نقولوا دي اكسس ليست واش معناتها؟ معناتها راح نكلاسيفي الترافيك تاعي حسب الوجهه تاعو الديستينيشن ادرس. قال السيد هذا راه الترافيك هذا رايح لو سيرفر اس كيو ال تاعنا في الشركه نكلاسيفي هذا ترافيك اكس. الترافيك هذا راه رايح الانترنت قال ستان ترافيك اف تي بي ولا مش عارف فنيا راح للديستيناسيون الفلانيه نكلاسيفي في في الكيو اللي توالمو. قال هذا جايني من عند مدير تاع الشركه هذه والله من عند مجلس الاداره ثاني كيف كيف نقدر ندير عمليه تفرقه بين لي ترافيك بلا سورس ولا ديستيناسيون تاع لو ترافيك هذاك. ايضا نقدر ندير نستعمل الفيلان اي دي قال هذا الترافيك هذا بالفيلان قال سي هذا جاي من عند الفيلان الفلاني الفيلان تاع الاساتذه مثلا في الجامعه ولا في المدرسه هذا جاي من عند التلاميذ. ثاني نوع من الادوات اللي نستعملوه في الكلاسيفيكاسيون الادوات اللي نسميوها ديب باكيت انسبكشن. هذه ادوات متطوره يعني كما يقولوا من الاسم تاعها تبان يقول مسمي باكيت انسبكشن يعني انسبكشن كما يقولوا معمقه تعرف معمق ولا حاجه. هذه الادوات هذه تخدم بدي ميكانيزم غير اللي هدرنا عليهم بالنسبه للزاسيال انهم ما يخدموش غير بالادريس سورس والناسيون والبور سورس والبور ديستيناسيون ولكن يخدموا بفيس بلوز افونسي. هنايا كاينه هذه البحثيه هذه الورقه البحثيه هذه طرقوا فيها الى عمل مقارنه بين لي دي بي اي اللي كاينين اللي كانوا اكزيستيو في 2015 بيان سور طرقوا لسبعه منهم نقدروا نروح نشوفوهم هنا. هذه هي الورقه البحثيه كما راكم تشوفوا طرق فيها الى سبعه من دوك نلقاهم هنا عفوا ست ادوات طرق فيها لهذه الادوات هذو كل واحد فيها لي اوبن سورس مفتوح المصدر فيها لي كما يقولوا اون سوليوشن كوميرسياليزي كيما ان بار تاع سيسكو كيما هنايا بيس بار اكزومبل كاين ان دي بي اي هذا. المهم قلب بحثيه هذه للناس اللي باغيه ديتاي اكثر وتروح اكثر اعمق في بالنسبه لهذا التولز اي تولز هذه ورقه بحثيه هايله وجايه مبسطه يعني الباحثين اللي قاموا بها
داروا عمل لبس، يعني حتى انهم في المقارنه استعملوا عفايس اللي عندهم شويه مصداقيه مليح، يعني بالنسبه اللي بغى حتى انها سهله في حاول، ماهيش لغتها ماهيش اللي قال صعبه بزاف. المهم هنا ذكرنا ديجا أمثلة على تولز اللي كاينين في المارشي واللي كاينين مفتوحي المصدر. الآن بغيت نزيد نروح أعمق من هذا ونحاول نمونسيو لي ميثود اللي يخدموا بهم هذا الأدوات هذه. حاولت يعني ذكرت هذ الثلاث لي طروا هذو اللي بالك نقدروا يقدر كما يقولوا نقدر نوصلهم لكم بطريقه بسيطه. الاولى simple number based classification اللي نعني به la classification basée sur les adresses IP, les ports, le port destination, le port source. حتى هذا اللي دي بي هذو يستعملوا هذا الشيء هذا فيه. مثلا كي 80 كوم بور دو ديستيناسيون يعرف بلي هذا ترافيك HTTP. ثاني حاجة للناس اللي تقرأ انفورماتيك بوكو بلوس بلك يكونوا يعرفوها، حوايج الحاجة اللي نسموها regular expression pattern matching. يعني الباكي تاعي مثلا اللي باكي HTTP كون تجيو تشوفوه وكون تجيو نرفدو كمية هكذا من لي باكي 10 لي باكي ولا نقعدو نقارنو فيهم قال وينهم لي بارتي اللي يتشابهوا بيناتهم وينهم لي بارتي اللي مي، راح تلقاو باللي كاين دي بارتي متشابهين لبعضهم. الريجولار اكسبريشنز هادو هما عباره عن سون اكسبريشن اللي بيها تقدر تعرف اسك هذا الباكي تعطيله التتابع تاع لي زوكتي تاع الباكي ويقول لك هذا الباكي يشبه الان باكي HTTP. تعطيله تتابع واحد اخر يقول لك هذا الباكي يشبه للباكي. المهم تقدروا تروحوا تشوفوا الريجولار اكسبريشنز، يعني حاجه بسيطه ماهيش حاجه كبيره بزاف باش تحاولوا تسقطوها على واش راني نهضر اكزاكت. والثالثه هنايا اللي هي ابليكيشن ريكوجنيشن بيزد اون فانكشنز، يعني اون سو بازون على لي فونكسيون ديرهم لابليكاسيون هذه. هذو تقدروا تلقاو الديتاي تاعهم اكثر في الورقه البحثيه هذيك. دوكا بعد ما كلاسيفينا الترافيك دوكا انا نجعلو انه عندي مجموعه المستخدمين تاعي انا المهم يتكونيكتا ويجيوني حتى لي دو روتور تاعي لي روتور كور قال ندير ثم لا كلاسيفيكاسيون ولا المهم راني في بلاصه وين درت لا كلاسيفيكاسيون. تخيلوا لو انه في الشركه تاعي انا دي سيت ديستون، يعني راني قال مثلا راني متيري لا فيبر من السيت ا هذا للسيت بي وين كاين روتور واحد اخر ثم كاين مجموعه من واحد اخرين ثم. هذه عمليه الكلاسيفيكيشن هذه شغل عمليه ثقيله سورتو لك كانك تخدم بالدي بي اي تولز فيها ترافيك راح ياكل لك شغل يدي لك سي بي يو تايم، يعني يستهلك لي ريسورس. هما قال لنا من الجهه هذه الروتور هذا تاع لو سيت ا قام بعمليه لا كلاسيفيكاسيون هذه وعاود اورينتا لو ترافيك سيت بي. كي يلحق لو سيت بي انا ما نحتاجش نعاود نكلاسيفيه لاني راني كلاسيفيتو في السيت ا، علاش نعاود نكلاسيفيه في السيت بي ندير توت ان كالكول ويعني ونعاود نكونسومي لي ريسورس تاعي. راحوا ابعد من هذا وجابوا لنا لو ميكانيزم ماركاج الماركين. الماركين والله التلوين باللغه العربيه بس حاجة بسيطة خلاص. كي كلاسي في باكي يروح يغير ماركين means we change one or more of the header fields in a packet or frame. يروح لوحد الشون في الباكي والله في الفريم تاعنا بعد ما يكلاسي فيه ويبدل فيه، يعني تكون لاف اكس يقلبها ايكريك. بمعنى اخر انا يا جاني لو باكي تاعي في لو شون الفلاني كيمبل لا فالور الفلانيه نبدلها نعطي لها اون فالور ا
ونعتبر لا فالور ا هذيك لا فالور ها لا فالور دو ماركاج مثلا قال اب لا فالور ا لا فالور ا هذيك نعتبر في عندي انا باللي هي الفويس اوفر اي بي باش كي نلحق للجهه الاخرى في لا فالور ا يعرف ديريكت هون باللي هذا ستامباكي ستامباكي فويس. اي والله كاين شويه لي كيسيو صح شوفوهم هذا بالنسبه فيفو هو الميكانيزم تاع سيل فو بلي لا كلاسيفيكاسيون ديروها في لاكسي او بيان جهه لي صح هذه الاولى باغي لو باكي في الانترفاس دونتري اللي يكون داخل منها لو ترافيك فوالا كيما قال لك رياض حنايا انترفاس يكون جايني منها ترافيك ندير فيها لا كلاسيفيكاسيون يعني بمعنى اخر انا الترافيك تاعي راه جاي من الانترنت نلحق عندي للروتر ندير له الكلاسيفيكاسيون وراه عندي انا مجموعه من المستخدمين يجوا خارجين لي للروتر ندير لا كلاسيفيكاسيون ثم ثاني يعني في لو جارغون تاع لا كاليتي سيرفيس نسميوها انا ذكرتها قبيل نسميوها الانترفيس والايجرس انترفيس يعني الانجرس انترفيس هي الانترفاس اللي يجيك منها ترافيك والايجرس انترفيس هي الانترفاس اللي تخرج منها ترافيك حنايا قاعده اي نقطه يدخلني منها ترافيك ندير فيها لا كلاسيفيكاسيون ولا ماركر هذه اذا عمليه الماركين هذه هي عمليه تغيير تاع لا فالور تاع ان شو معين والله حق معين في الباكيت والله في الفرين كامل نذكر مجموعه من لي شون والله الهيدر فيلدز وين نديروا عمليه الماركاج عندنا الكوس التوس اكسبيريمنتال بيتس والدي اي بيتس في الفريم ريلي هذو راح نشوفوهم التوس راح نشوفوهم بعد اون ديتاي في الباكيت هما سي دي شون كيما لو كوس ستان شون اللي كاين في الايثرنت يعني كي تروح تحل لو فريم ايثرنت تلقى ثم ان شون نسميوه الكوس فوالا اكزاكتومون اعطيك صح رياض كيما قلت لكم رياض نديروه نديرو الكلاسيفيكاسيون للترافيك اللي داخل وكما قال حسام قال لك نديرو في لو بوين لو بلو بروش للسورس دو ترافيك هذه سون بون باراتيك هذه من بين يعني لي بون باراتيك اللي واحد يديرهم في كي يكون يخدم في الكاليتي سيرفيس عمليه الكلاسيفيكيشن ما تخليهاش تطلع حتى للفوق يعني ما نخليش انا عندي دي روتر لتحت والله دي سويتش لتحت لي سيبورتي ولا كلاسيفيكاسيون وكلاسيفيكاسيون تندير الفوق اذا قدرت نديرها لو بلو بروش لليوزر والله لو بلو بروش لا سورس دو ترافيك هذه هكذا بالنسبه رايان في الكوش دو اكزاكتومون الكوس هذا ستانشون في الايثرنت يعني في الكوش دو اللي فيه اون كلاسيفيكاسيون عفوا نقدروا نديروا فيه ان ماركاج بالنسبه للتوس تايب اوف سيرفيس هذا ستانشون في لو باكي اي بي يعني في لا كوش 3 عندنا ايضا الاكسبيريمنتال بيتس هنايا الاكسبيريمنتال بيتس هذو خاصين بالانكابسولاسيون ام بي ال اس في الشبكه تاعي ام بي ال اس الاكسبيريمنتال بيتس تندير فيهم ايضا الكلاسيفيكيشن واخيرا في الفريم ريلي يعني قديم ثاني عندهم ام بي يقولوا له دي اي والله ماني عارف لابريفياسيون اكزاكت واش ثاني المهم البيت هذا كيديروا فيه ثاني لا كلاش هنايا كما راكم تشوفوا راح نشوفوا هنايا اللاير 2 ماركين ها اوكي يوزولي ايثرنت لاير 2 يعني هنايا على حسب لونكابسولاسيون اللي راك تستعمل فيها كاين ايضا كي تكون عندنا اونكابسولاسيون اي اس ال تاع سيسكو بكري ثاني عند سيال وين يديروا فيه لو ماركاج هذا هنايا ها لويسون دوت 1 كيو تاغ هنا راه عندي اونكابسولاسيون دوت 1 كيو هاد لي تروا بيت هادو هما اللي نستعملهم للماركاج نروحوا لللاير 3 ماركين ماركين عندي زوج انواع نقدر ماركي
بلا ميثود اي بي بريسيدنس، وين راح نستعمل لي 3 بيت هذو الاولين لو شون تايب اوف سيرفيس ونماركي فيهم، ونقدر نستعمل ديف سيرف ولا دي عفوا هنا دي اس سي بي ماشي ديف سيرف دي اس سي بي ماركي، وين راح نستعمل 6 لي بيت كاملين في الماركر هكذاك. هنا بيان سور يكون عندي هنايا عندي 3 بيت برك اللي نقدر ماركي بهم، وهنا عندي سي بيت. هذه راح نشوفوا لو 3 بيت هذو اللي زايدين هنا في الدي اس سي بي واش هو والله واش هي اليوتيليتي تاعهم. وبيان سور اذا كنت قادر اني هنا ندير شحال نقدر ندير من فالو يعني بالبينار، هنايا عندي 3 بيت معناتها عندي الحق في 8 تاع لي فالور في الدي اس سي بي. مادام عندي 3 بيت هذو من 3 بيت هذو من اكيد راح يكون عندي كما يقولوا فليكسي بلوس دو فليكسيبيليتي، نقدر ندير ماركاج اكثر. هنا انا بغيت ندي احسن ماركاج اللي نستعملوه في جوده اللي هو الماركاج بالدي اس سي بي وندي طيوه اكثر. هنا في اللوتيتر تاع هذا لو سلايد هذا يقول لك بير هوب بيهيف، لازم تعرفوا باللي كي ندير عمليه الماركاج، عمليه الماركاج هذيك راهي نو سولمون ان ماركاج اللي راح يفيدني كي نوصل عن الاخر عند في الجهه الاخرى للسيت بي كما هضرنا قبيل، ولكن ايضا داخله في لو بيهيف لو كومبورتمون تاع لو روتر مع لو ترافيك هذاك اللي ماركي بانتل ماركاج. قلنا في الدي اس سي بي المارك دي اس سي بي ماركين اللي يندار في اللير 3 عندنا 6 لي بيت الاولين كما راكم تشوفوا هكذا، هذو الاولين هنا 00 01 01 01 100. تلاحظوا اني نستعملوا غير 5 لي فالور في لي بيت الاولين في لي 3 بيت الاولين، مع العلم انه عندنا مادام عندنا 3 بيت يعني عندنا وي فالور صح، عندنا لي فالور زايدين هذوك سي دي فالور ريزيرفي بور لي بروتوكول تاع الروتاج و دي بروتوكول يعني ريزيرفي خار هو اللي ماركي بهم هو اللي يستعمل. هنايا الماركاج تاع لي 3 في لي 3 بيت الاولين هذو نسميوه هنايا هذا هو كما يقولوا العنصر اللي يميز لي بين لي ترافيك. يعني الروتر لما يلقى لا فالور 001 ولا فالور 010 بين دو باكي راح يعتبر الديس هذه ان باكي بلوز امبورطون على اللي فيه 001، وكي يلقى 011 في لي 3 بيت الاولين راح يعتبر باللي هذا ستان باكي بلوز امبورطون على كي يكون فيه 010 في هنا. وهذه كما يقولوا هكذا دوالي لي 3 بيت الاولين هما اللي حدوا لي لا كلاس تاع لو ترافيك هذاك. يجيني ان ترافيك انا ونعطي له نكتب له هنايا 010 الروتر يفهم باللي هذا الباكي هذا نحطه في لا كلاس 2. حتى الساعه راني نحل لي 3 بيت الاولين في الماركاج دي اس سي بي، دوك نتطرق لي 3 بيت الاخرين. لي 3 بيت الاولين قلنا يعني ولي كلاس راح نحط فيها لو ترافيك تاعي. اذا هنايا 1 معناتها نحطهم في الكلاس 1، 2 نحطهم في الكلاس 2، 3 نحطهم في لا كلاس 3 في لا كلاس 4 اضافه الى السانك. السانك هذه عندها خاصيه سبيسيال راح نتحدثوا عليها وكنا شويه نتحدثوا عليها. نعاود ناكد انهم لي 3 بيت الاولين نسميهم لي بيت اللي نحدوا بهم لا كلاس تاع لو ترافيك هذا. لي 3 بيت اللي قعدوا لي يعني لي 3 بيت لي موان سينيفيكاتيف هذوك لي 3 بيت الدروب بروبابيليتي. دروب بروبابيليتي هذه كما تحدثنا قبيل على تي الدروب الروتر لما يلقى يعني لا فيل داتون تكمل ديريكتومون يدروبي تي الدروب، هذه في الحاله العاديه كيكون عندي بيست ايفورت.
ايضا الروتر يطبق نفس البرنسيب في كل كلاس، يعني في كلاس 1 هذا البرنسيب، في كلاس 2 يطبق هذا البرنسيب، يعني في الكلاس اللي عنده كامل، في اللي في الداتونت اللي عنده كامل، كي تكمل له لا في الداتونت هذيك الباقي يدروبيه ديريكتوم. بصح هنايا كي نسبيسيفي وهذا لي 3 بيت هذا هو اون فاسون، عفوا ماشي لي 3 بيت بلوتو لي 2 بيت برك، باسكو لي 3 بيت هذاك عنده خدمه واحده اخرى. لي 2 بيت هذو اللي نسميوهم دروب بروبابيليتي، نعطيوه بلي فالور هذو يقدر يفرق وينه اللي يسبق يدروبيه في لا في لا كونت، وين على بالي بلي شويه نقولوا هذا ستانديطا شويه يستحق تركيز. نعاود برك في عجاله، قلنا لي 3 بيت الاولين نحدو بهم لا كلاس، ولي دو بيت اللي جوني من بعد هم الدروب بروبابيليتي. الدروب بروبابيليتي هذه يديها الروتر باش يديسيدي واش من باكي يبدا يدروبي. قلنا لي 3 بيت الاولين يدير فيهم لا كلاس، ومن بعد هنايا نحد باش يبدا يدروبي. الان بالنسبه لي كلاس، كل ما طلعنا في لا كلاس كل ما كان احسن، يعني الروتر يكونسيديري لا كلاس كات احسن من لا كلاس 3 احسن من لا كلاس 2 وهي رايحه. وكل ما وبالنسبه للدروب بروبابيليتي كل ما طلعنا كل ما كان اسوء، يعني الان لا فالور 1 هي لو دروب بروبابيليتي، يعني هذاك هو الباكي اللي يخليه هو الاخر باش يدروبي. الدو هو اللي يجي والطلوه هو اول باكي يبدا يدروبي. تصنيف دروب بروبابيليتي يكون تصنيف خاص، ماشي تصنيف خاص دروب بروبابيليتي ما عندوش علاقه بالتصنيف، لانه بيت اللي يديروا لنا التصنيف هما لي 3 بيت، ان انت كبير 0 0 معناتها التصنيف هذا راح يحطوه في لا كلاس 1، في لا كلاس 1 كي دير 0 10 راح يحطوه في كلاس 2 وهي رايح. لكن الدروب بروبابيليتي هذا يخدم في كل كلاس، يخدم او سان دو لا كلاس هذيك. قال في لا كلاس 1 عندي دي باكي فيهم دروب بروبابيليتي 1، ودي باكي فيهم دروب بروبابيليتي 2، ودي باكي فيهم دروب probability. هذو الروتر كي يجي يدروبي لي باكي يبدا بتاع الطروه يروح للدو ويروح للان. هذا واش يعني اكزاكتومون الاخر. فوالا اكزاكتومون، الاول يكون تصنيف عام، الثاني يكون ماشي يعني ما نقدرش نقولوا عليه تصنيف بالذات، ولكن تفريقه في الدروب برك، يعني كي يجي يبدا يدروبي دروبي اللي عند طروه قبل الدو، واللي عنده الدو قبل الطروه قبل عفوا. اخر نقطه في البير اوف بيهيفيورز هي الاكسبيديتد فوروردين، هذا عنده خاصيه سبيسيال انه مهما كان الاخر الروتر تاعنا يسبق، هذا ما عندوش دروب بروبابيليتي. هذا اي باكي تماركي اف الروتر تاعنا ما يدروبيهش اصلا. وثاني بيست ايفورت لا فالور تاع لي شون هذوك اللي كنا نهضروا عليهم تلقاوها دائما زيرو. فوالا اكزاكت على الفويس اف نمدوها تجر للفويس، لانه كما كنا نقولوا به الفويس عنده خاصيه شويه سبيسيال انه لازم يكون اللوس تاعو ناقص عنده شويه. الاو اف كما راك تشوف ها هو البينار تاعو 101. حاجه واحده اخرى ثاني نشرح هنايا التسميات هذه اللي راهم هنايا حاطينها. ال اف 40 هي معناتها راح في لا كلاس كات وعنده ان دروب بروبابيليتي 1 كما راكم تشوفوا كلاس كات دروب بروبابيليتي 1
كلاس كات دروب بروبابيليتي كلاستر و دروب بروبابيليتي ان وهي رايح الاي اف عنده داروا سبيسيالمون على جال كما قلت لكم لي زابليكاسيون اللي وين يكون عندي ان بيزون وين لازم الباكي ما يتدروباش بيان سور اللي يستعمل يعني في اغلب الاحيان بالنسبه يستعمل في الفويس في لي باكي تاع الفويس انا ما نقدرش نعطيها لكم يعني اساسيه تاع باللي يستعمل غير للفويس وانما هذه كما يقولوا في لا ماجوريتي دي كان يستعملوه في الفويس اي والله تبان لي نروحو نديرو تي لاب ولا حاجة هكذا ونشوفو عملية الكلاسيفيكاسيون هذي البيت الاخر لو ديرني بيت لو ديرني هذاك ما نقدرش نتحدثو عليه درك لانه جاي شوية في حاجة شوية افون اسمع لها الحاجة ما لازم قبل نقرا واحد لي ميكانيزم واحد اخرين باش نلحقوا لي هذا بيا انا شغل نقعدوا هنا برك في هذا لي هذو نعرفوا لو ماركاج و قال لك بقات اون مينوت ما نخرجوا ونعاودوا نولي صح هذاك هو باش نبداو في اللاب ديريكتوم كريم ما كان حتى مشكلة صبرنا عاود ندخلوا برك خدنا مش بقات من 30 سكوند